بكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ في درس الرياضيات عنوان درس التناسبية. إذا نمر إلى التمرين الأول، نلاحظ من خلال هذا التمرين من بين الجداول التالية: جدول واحد أعداده غير متناسبة، حدده وتحقق من ذلك، ثم أكمل الجدولين اللذين أعدادهما متناسبة. إذن كما نلاحظ لدينا ثلاث جداول، إذن من بين هذه الجداول الثلاث هناك جدول ليس بجدول أعداد متناسبة، إذن علينا أن نتعرف على الجداول المتناسبة والجداول الغير المتناسبة. إذن كيف ذلك؟ نمر إلى الجدول الأول الذي يوجد في الأعلى. إذن أعداد السطر الأول مع أعداد السطر الثاني، إذن لنلاحظ هل هناك علاقة بين هذه الأعداد. مثلا 6 ليس لها عدد يقابلها، و16 ليس لها عدد يقابلها، إذن وبينما 10 و20 هنا عددان متقابلان، عدد من السطر الأول متقابل مع عدد السطر الثاني. إذن سوف نبحث هل هناك علاقة بين هذين العددين. نفس الشيء 12 مع 24، هل هناك علاقة تربط هذين العددين؟ بينما 28 لا يوجد عدد يقابله، و16 ليس كذلك عدد يقابله في السطر الثاني. إذن كيف ذلك؟ نقوم بقسمة أكبر عدد على أصغر عدد. إذن في هذه الحالة نقسم أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول. إذن 20 قسم 10 نحصل على 2. نفس الشيء 24 قسم 12 نحصل على 2. إذن حصلنا على نفس العدد. ماذا يمثل هذا العدد بالنسبة لهذا الجدول؟ نستنتج من هذا الجدول، هذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة لأن له معامل تناسب واحد وهو 2. إذن هذا العدد الذي وجدناه يسمى بمعامل تناسب. ما معنى معامل التناسب؟ هو عدد يربط بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني، من ونستعمل الضرب والقسمة. إذن نلاحظ 2 أن إذا أردنا الانتقال من السطر الأول إلى السطر الثاني ما علينا إلا أن نتبع هذا السهم ونستعمل الضرب في 2. إذن 10 في 2 تساوي 20. وإذا أردنا الانتقال من السطر الثاني إلى السطر الذي في الأعلى السطر الأول ما علينا إلا أن نقسم على 2. دائما يكون نفس العدد، ولكن العمليات التي نستعملها هي الضرب والقسمة فقط. نمر إلى تتمة هذا الجدول. إذن 6 ومقابله في السطر الثاني، إذن نتبع السهم ونضرب في 2 ونحصل على 12 ونكتبها في الجدول. بينما 16 توجد في السطر الثاني، إذن نتبع السهم ونقسم على 2 ونحصل على 8 ونكتبها في السطر الأول. نمر إلى 28 بنفس الطريقة، نقسم على 2 ونحصل على 14. 16 توجد في السطر الأول، إذن نضربها في 2 ونحصل على 32 ونكتبها في الجدول. نمر إلى الجدول الثاني والذي يوجد في الأعلى على اليسار. هذا الجدول نلاحظ كذلك 3 تقابل 5، 4 تقابل 6، و8 تقابل 10. إذن هذه الأعداد منها سوف نستنتج معامل التناسب. إذن نقسم 5 على 3، دائما من الأفضل أن نقسم العدد الكبير على العدد الصغير. إذن نحصل على 1.66 والقسمة لا تتوقف. نقسم 6 على 4 ونحصل على 1.5. نقسم 10 على 8 ونحصل على 1.25. كما تلاحظون في هذا الجدول وجدنا أعدادا مختلفة، إذن ليس لهذا الجدول معامل تناسب. إذن هذا الجدول ليس جدول أعداد متناسبة لأنه لا يحتوي على معامل تناسب موحد، فكل مرة نحصل على عدد مختلف عن الآخر. نمر إلى الجدول الآخر الثالث. إذن ما العلاقة التي تربط أعداد السطر الأول بأعداد السطر الثاني؟ إذن نبحث عن معامل التناسب. نقسم 8 على 4 نحصل على 2، ونقسم 24 على 12 ونحصل على 2، نجد نفس العدد.
ليس بالضروري دائما أن نجد اثنان، فقد نجد ثلاثة، قد نجد ستة، قد نجد 10، إذا على حسب كل جدول. نمر ونكتب الاستنتاج، هذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة لأن له عامل تناسب واحد وهو اثنان. نكتب عاملات التناسب في الجانب ونتمم الجدول ونتبع السهم فقط. إذا 6 قسمة 2 نحصل على 3 ونكتبها، 9 قسمة 2 تساوي 4.5 ونكتبها. بعد ذلك نمر إلى 10 في 2 ونحصل على 20 ونكتبها في الجدول. بعدها نضرب 28 في 2 ونحصل على 56 ونكتبها كذلك في الجدول، ونمر إلى التمرين الموالي. تمرين 2، تستهلك سيارة 6 لترات من البنزين في كل 100 كيلومتر. هذه الجملة يجب أن نركز عليها جيدا لأنها هي مفتاح هذا التمرين وهذا الجدول. لاحظ ثم أكمل الجدول. هذا الجدول به المسافة بالكيلومتر، إذن هذه الأعداد التي توجد في السطر الأول كلها تمثل مسافات بالكيلومتر، والاستهلاك البنزين باللتر في السطر الثاني. إذن عفوا نعود إلى هذا الجملة، تستهلك سيارة 6 لترات من البنزين في كل 100 كيلومتر، إذن المسافة بالكيلومتر هنا توجد 100، إذن ويقابلها نستعمل الجدول لكي نملأه نقابلها 6، إذن كل 100 كيلومتر نستهلك 6 لترات. إذن للانتقال من 50 إلى 100 أو من 100 إلى 50 كيف نقوم بذلك؟ إذن 50 مضروبة في عدد نضربه في عدد نحصل على 100. للحصول على هذا العدد نقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر فنجد معامل التناسب الذي هو 2. إذن للانتقال من 50 إلى 100 نضرب في 2 والعكس نقسم على 2. إذن هنا معامل تناسب أفقي، في التمرين الذي سبق كان لدينا معامل تناسب عمودي وهنا كذلك نجد معامل تناسب عمودي. فضلت أن نستعمل معامل التناسب الأفقي لتنويع الطرق لإيجاد الحلول بطرق مختلفة. إذا 50 في 2 نحصل على 106، نريد أن نعرف ماذا يقابلها بالنسبة ل50. إذا نستعمل معامل تناسب قسمة 2 ونحصل على 3 ونكتبها في الجدول. بعد ذلك نلاحظ 10، إذن 10 نضربها في عدد ونحصل على 100، أو 10 نضربها في عدد ونحصل على 50، إذن نفس الشيء. إذن نقسم العدد الأكبر على الأصغر ونحصل على معامل التناسب، إذن في هذه الحالة معامل التناسب هو 10. إذن في هذا الاتجاه نضرب في 10 وفي الاتجاه الآخر نقسم على 10. إذن 6 قسمة 10 نحصل على 0.6. إذن عندما تقطع هذه السيارة 10 كيلومتر فإنها تستهلك 0.6 لتر. نمر إلى 150، يمكن الانتقال من 10، يمكن الانتقال من 50، ويمكن الانتقال من 100، ليس بالضروري من خانة واحدة وإنما من جميع الخانات فهو ممكن، ونحن نبحث دائما عن أسهل طريقة للوصول إلى الجواب. إذن لنضرب 10 في عدد ونحصل على 150، إذن كما قلنا نقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر ونجد معامل التناسب الذي هو 15. كما قلت بالنسبة ل50 للحصول على 150 نضرب في 3، وكيف حصلنا على 3؟ بقسمة 150 على 50، نقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر ونحصل على معامل التناسب هو 3. يمكن أن نستعمل من 100 وننتقل إلى 150، إذن نقسم 150 على 100 ونحصل على 1.5، إذن معامل التناسب هو 1.5، ونضرب 6 في 1.5 ونحصل على الجواب. إذن سوف نركز فقط على الطريقة الأولى، إذن من 10 إلى 150 ضربنا في 15، نفس الشيء 0.6 ونضربها في 15 نحصل على 9. العملية قمنا بها هنا، يمكن أن تقوم بالعملية في مسودتك. نمر من 100 إلى 200، إذن دائما من هذه الأعداد كلها يمكن الانتقال إلى 200، ولكن أسهلها هي من 100 نضرب في 2.
كيف حصلنا عليه؟ نقسم 200 على 100، كنا أن نقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر ونحصل على معامل التناسب. إذن والعكس، نقسم على 2، إذن بعد ذلك نضرب 6 في 2، نتبع السهم لنا ننتقل من اليمين إلى اليسار، إذن 6 مضروبة في 2 نحصل على 12 ونكتبها في الجدول. بعدها 250، إذن ممكن أن نستعمل من 50 نضربها في 5 ونحصل على 250. هذا العدد 5 كيف حصلنا عليه؟ قسمنا 250 على 50 حصلنا على 5. إذن نضرب 50 في 5 تساوي 250. إذن كذلك استعملنا 50، إذن نضرب 3 في 5 ونحصل على 15 ونكتبها في الجدول. بعدها 300، من 300 إذن قسمنا 300 على 100 وحصلنا على معامل التناسب الذي هو 3. ممكن من 50 أن نضربها في 6، ممكن من 10 بأن نضربها في 30، في 150 أن نضربها في 2. إذن نبحث دائما على أسهل مكان يمكن الانطلاق منه والوصول إلى الجواب. إذن حصلنا على معامل التناسب 3، إذن نضرب 6 في 3 ونحصل على 18 ونكتبها في الجواب. إذن هذه السيارة عندما تقطع 300 كيلومتر سوف تستهلك 18 لتر من البنزين. نمر إلى التمرين الثالث. تسير سيارة بمعدل 96 كيلومترا في الساعة. إذن هذه السيارة عندما تقطع 96 كيلومتر تكون قد قطعتها في ساعة واحدة. لاحظ ثم أكمل الجدول، المدة بالساعات وهنا المسافة بالكيلومتر. إذن كم تستغرق في السؤال الآخر، كم تستغرق السيارة من الوقت لقطع مسافة 288 كيلومتر؟ المطلوب هو وضع علامة في خانة الجواب صحيح، ولكن يجب علينا أن نبحث عن طريقة للوصول إلى الجواب الصحيح. إذن سوف أضع الجدول، المسافة المدة بالساعات والمسافة بالكيلومتر. إذن في ساعة واحدة ما هي المسافة التي قطعناها؟ إذن حسب الجملة الأولى فهي 96 كيلومتر، نكتبها. الآن نريد الانتقال إلى نصف ساعة، إذن 1 على 2 هي نصف ساعة. إذن من ساعة إلى نصف ساعة، إذن نقسم على 2، نفس الشيء بالنسبة ل 96 نقسمها على 2 فنحصل على 48. إذن في نصف ساعة تقطع هذه السيارة 48 كيلومتر. الآن سوف ننتقل إلى ربع ساعة، يعني في ربع ساعة سوف ننتقل من نصف ساعة. نعرف أن ربع ساعة هو نصف النصف ساعة، إذن نقسم على 2 وبنفس الشيء نقسم 48 على 2 ونحصل على 24 كيلومتر. ويمكن الانتقال من ساعة وذلك بقسمتها على 4 ونقسم 96 على 4 فنحصل على 24، نفس الجواب. الآن ساعة ونصف، بالنسبة لساعة ونصف فنصف ساعة والانتقال إلى ساعة ونصف، ساعة تحتوي على نصفين ونصف ساعة الآخر، إذن هناك 3 أنصاف. إذن نضرب في 3 ونفس الشيء نضرب 48 في 3 ونحصل على الجواب الذي هو 144. الانتقال إلى ساعة وربع، نعرف أن الساعة تحتوي على 4 أرباع الساعة بالإضافة إلى ربع ساعة آخر، إذن سوف يكون لدينا 5 أرباع. إذن للانتقال من ربع إلى ساعة وربع نضرب في 5 وبذلك نضرب 24 في 5 ونحصل على 120 كيلومتر. الآن ساعة وثلاثة أرباع، الساعة تحتوي على 4 أرباع وثلاثة أرباع. إذن هذا الدرس رأيناه في الأعداد الكسرية، إذن مجموع 4 على 4 زائد 3 على 4 يساوي 7 على 4. إذن للانتقال من الربع إلى ساعة وثلاثة أرباع نضرب في 7، إذن 24 في 7 ونحصل على 168 كيلومتر. الآن نمر إلى التمرين، السؤال الموالي. إذن كم تستغرق السيارة من الوقت لقطع مسافة 288 كيلومتر؟
إذن المسافة التي تقطع السيارة، المدة التي تقطع تستغرقها السيارة لقطع مسافة 288 كيلومتر، سوف نستعمل هذا المعطى الأول، لأن ساعة تقطع فيها 96 كيلومتر، نضعها، وبعد ذلك نقسم 288 على 96، إذن وسوف نلاحظ كم هو عدد الساعات التي سوف نحصل عليها، ونحصل على 3 ساعات، وبذلك سوف نضع علامة في هذا الجواب الذي هو 3 ساعات، الجواب الصحيح. نمر بعد ذلك إلى التمرين الموالي. تقطع دراجة 2.50 متر عندما تدور عجلتها دورة واحدة. إذن دراجة عندما تدور عجلتها دورة كاملة، يعني محيط هذه العجلة، عفوا عجلتها، عجلة الدراجة هو 2.50 متر. إذن عندما تدور العجلة 4 دورات. إذن كيف انتقلنا؟ سوف نلاحظ ذلك من خلال الجدول، كيف انتقلنا من 1 إلى 4. إذن ما هو العدد الذي ضربنا فيه الذي هو معامل التناسب؟ إذن هو 4، ونضرب 2.5 في 4 فنحصل على 10 أمتار. الآن إلى 20، يمكن الانتقال من 1 بضربه في 20 أو من 4 بضربها في 5. إذن 1 في 20 تساوي 20، إذن نضرب 2.5 في 20 ونحصل على 50 متر. 30، ننطلق من 1 نضرب في 30 ونضرب 2.5، إذن عند استعمال 1 نستعمل 2.5، لو استعملنا عدد مثلا 4 سوف نستعمل 10 لكي نحصل على الجواب. إذن هنا استعملنا 1 للحصول على 30 ضربنا في 30، إذن نضرب 2.5 كذلك في 30 ونحصل على 75 متر. بالنسبة ل 100 يمكن الانتقال من 4، يمكن الانتقال من 20، سوف نرى ذلك. من 1 ضربنا في 100، إذن 2.5 في 100، إذن العدد الذي يقابل هو نضربهم في نفس العدد. هنا انطلقنا من 20، إذن ضربناها في 5، إذن العدد الذي يقابل 20 هو 50، إذن 50 هي كذلك نضربها في 5 ونحصل على نفس الجواب الذي هو 250. نمر بعد ذلك إلى 300، يمكن الانتقال من 1، يمكن الانتقال من 30، من 20، من كلها أجوبة صحيحة. إذن 300 نضرب في 1 في 300 أو نضرب 100 في 3 ونضرب 150 في 3، إذن هنا نضرب 2.5 في 300 ونحصل على 750. انطلقنا من 30 إلى 300 ضربنا في 10، إذن نضرب 75 كما تلاحظون هنا في 10 ونحصل على 750. 600، إذن ضربنا 1 في 600، إذن نضرب 2.5 في 600 كما تلاحظون هنا، أو 300 في 2 المثال الذي في اليمين، ونضرب العدد الذي يقابل 300 الذي هو 750 في 2 ونحصل على نفس الجواب 1500 ونكتبها. إذن عند دوران هذه العجلة 600 مرة تكون قد قطعت 1500 متر. بالنسبة ل 1000 متر نلاحظ أن من 1 إلى 1000 نضرب في 1000، إذن نضرب 2.5 في 1000 كما هو ممثلها في هذه الخانة على اليسار، أو من 100 نضربها في 10، إذن نضرب 100 تقابل 150، إذن نضربها كذلك في 10 ونحصل على 2500 نفس الجواب. بعد ذلك يمكن أن نستعين بجدول التحويلات لتغيير هذه المسافات من المتر إلى الكيلومتر. إذن 2.5 متر تساوي 0.025 كيلومتر، أو نقسم 0.025 على 2.5 ونحصل على 1/1000 الذي يكتب بالأعداد الكسرية 1/1000. إذن يمكن هذا هو معامل التناسب الذي يمكن استعماله بضرب هذه الأعداد السطر الثاني في 0 في 1/1000 ونحصل على الأجوبة في دون استعمال جدول التحويلات، أو وضعها في جدول التحويلات والقيام بالتحويلات كلها. إذن
10 في 1 جزء 1000 تساوي 1 جزء 100. بعد ذلك 50 في 1 جزء 1000 تساوي 5 أجزاء 100. بعد ذلك 75 متر في 1 جزء 1000 تساوي 75 جزء 1000 من الكيلومتر. بعد ذلك 250 نضربها في 250 نضربها في 1 جزء 1000 ونحصل على 25 جزء 100. 750 في 1 جزء 1000 نحصل على 75 جزء 100 من الكيلومتر. و 1500 في 1 جزء 1000 نحصل على 1.5 كيلومتر أو 1.15 كيلومتر. و 2500 بضربها في 1 جزء 1000 نحصل على 2.5 كيلومتر. ونكون قد أنهينا هذا التمرين ونمر إلى تمرين الموالي. بالنسبة للتمرين الموالي، لاحظ الميبيان ثم أجب عن الأسئلة التالية. هذا الميبيان هنا أفقيا يمثل استهلاك البنزين، وعموديا يمثل المسافة بالكيلومتر، 100 كيلومتر، 100 كيلومتر، 300 كيلومتر إلى 1000 كيلومتر. إذن السؤال الأول، كم تستهلك السيارة من البنزين في 100 كيلومتر؟ إذن استعملت هذا الخط لإسقاط العدد 100 على المستقيم الممثل في الميبيان، أو بإسقاط هذه النقطة على 100، وبعد ذلك نقوم بإسقاطها عموديا فنحصل على هذا العدد. إذن تستهلك السيارة من البنزين في 100 كيلومتر 8 لتر. إذن أول شيء 100 نسقطها على المستقيم ونحصل على نقطة، هذه النقطة من المستقيم نقوم بإسقاطها عموديا على محور الأفقي، فيكون العدد الذي نحصل عليه هو 8. إذن نمر إلى السؤال الموالي الذي هو 400، كم ملتر من البنزين تستهلك السيارة لقطع مسافة 400 كيلومتر؟ كما تلاحظون أسقطنا العدد 400 على المستقيم، ثم بعد ذلك نسقط هذه النقطة على محور الأفاصيل فنحصل على هذا العدد الذي هو 32. إذن تستهلك السيارة عند قطع مسافة 400 كيلومتر 32 لترا. إذن 250 كيلومتر بنفس الطريقة سوف نسقطها، 250 هي منتصف بين 300 و 200، وبعد ذلك نسقطها فنحصل على المنتصف بين 16 و 24، ما هي المسافة الوسطى بينهما. أو يمكن استعمال الجدول للتأكد، لأن ليس لنا هنا ورق ملمتري ليكون العدد بالتدقيق، سوف نستعمل الجدول تناسبيا. إذا 250 كيلومتر كم يقابلها بالاستهلاك من البنزين؟ نستعمل المعطى الأول الذي حصلنا عليه في السؤال ألف، لأن كل 100 كيلومتر تستهلك هذه السيارة 8 لتر. وبعد ذلك نلاحظ كيف انتقلنا من 100 إلى 250، إذن ضربنا في 2.5، إذن نفس الشيء نضرب 8 في 2.5 فنحصل على 20 لتر. وإذا لاحظنا في المستقيم الأفاصيل، محور الأفاصيل، فإن المسافة الوسطى بين 16 و 24 فهي 20. نمر إلى السؤال الموالي الجيم، كم عدد الكيلومترات التي تقطع السيارة ب 96 لتر من البنزين؟ كما تلاحظون في المستقيم أو في محور الأفاصيل أكبر عدد لدينا هو 64. إذن هنا يجب استعمال جدول التناسبية. إذن 100 كيلومتر تستهلك السيارة 8 لتر ولدينا 96 لتر، إذن البنزين في الأسفل، إذن سوف نكتبها هنا في الأسفل 96 ونبحث عن المسافة بالكيلومتر. إذن كيف انتقلنا من، كيف وجدت هذا العدد 12؟ 8 تقابلها 96، إذن نقسم 96 على 8 فنحصل على 12. إذن نضرب 100 في 12 ونحصل على 1100 كيلومتر.
بعد ذلك 56 يمكن استنتاجها من الرسم الميبياني أو يمكن استعمال الجدول. نفس الشيء 8 وننتقل إلى 56. إذن كيف سوف ننتقل إليها؟ استعمال الضرب. إذن لمعرفة هذا العدد نقسم 56 على 8 ونحصل على 7. إذن كما تلاحظون الآن قمنا بالإسقاط 56 على المستقيم المدرج فحصلنا على هذه النقطة. إذن سوف نسقطها على محور الأرتيب بهذه الطريقة ونحصل على 700 ونكتب 700. أو يمكن أن نستعمل كما قلنا معامل التناسب 7 الذي حصلنا عليه بقسمة 56 على 8. إذن نضرب 100 في 7 ونحصل على 700. إذن هذه نماذج بعض التمارين التي يمكنكم الاستئناس بها. إذن اقرأوها جيدا ويمكنكم الإجابة عنها لكي تزيدوا من معرفة والتمكن من هذا المحتوى هذا الدرس. هناك مسألة أخرى الأولى والمسألة الثانية هما منفصلتين. هذه المسألة مرتبطة بالصباغة وهذه مرتبطة بزيت الزيتون. وهناك مسألة أخرى وجدول آخر للتناسبية وجدول آخر للتناسبية لمعرفة للبحث عن معامل التناسب. وهنا هذا الجدول هل الجدول جدول أعداد متناسبة كما قلناه في بداية هذه الحصة؟ يمكنكم معرفة ذلك بالرجوع إلى بداية الحصة وسوف تعرفون الطريقة. وهذا للمثال الأخير الذي استعملنا فيه الرسم الميبياني. إذن هنا المطلوب منكم أن تقوموا بوضع هذه المعلومات في الرسم الميبياني وثم التأكد من هل هو جدول لأعداد متناسبة أم لا. وفي الأخير نشكركم على